اليوم بفيدب منتعرف على ثنائي بدون ينشطوا علاقتهم ويدخلوا المغامرة على زواجهم. خليكن معنا لنتابع المأكولات المنشطة الطبيعية. اسمي أنتوني وأنا هون لأنه صار لي 7 سنين مزوج والرومانسية بزواجنا عم تتغير شوي بهالفترة. تعبت من بعض العادات العائلية السيئة اللي عم نعاني منها من فترة قصيرة. أكتر شي بحياتنا منركز على ابننا، كل شي منعمله بيتعلق بابننا كل الوقت، فلهيك بطل في عنا رومانسية بحياتنا. مرحبا. مرحبا يا حلوة، أنا أندريا. جوليا، تشرفنا. جوليا أنتوني. أهلا أنتوني، شو اللي جاب هالثنائي الرائع على فيدب؟ بالحقيقة نحن هون لنتخلص من بعض الصعوبات بزواجنا. نحن أعز الأصدقاء، نحن فريق، ومثل ما بتعرفي مرات الرومانسية بتخف بهيك حالات. بدنا شوية نشاط بحياتنا الرومانسية. الرومانسية عم بتخف. وشو عم تاكلوا؟ شو هني هالاشياء اللي هون؟ انا بعترف انه كتير بحب الشوكولاتة وهو بحب الوجبات الخفيفة. مزبوط، كتير بحبهم. عادة انا كتير بحب اكل اكل عضوي، اكل يكون كتير صحي، بس مشكلتي الوحيدة هي انه بنسى اكل، بلتهي، بعمل كتير امور، بشتغل كتير. وبتاكل شوكولاتة؟ كتير بحب الشوكولاتة، خاصة اخر 5 ايام من الشهر. بتعرفي كتير بيجي عبالك الشوكولاتة. ايه من جن. انا بحب الوجبات الخفيفة والمأكولات اللي منشتريها نحن على الطريق، دايما باكل منهم. عن جد انا بحب الوجبات الخفيفة كتير. طيب عظيم، ما تعتلوا هم، في اكل لقلكن. صار لكم مزوجين 7 سنين؟ ايه. بدنا يصيروا 70 سنة مثلا. 7 سنين، صح. ونضلنا نكفي بحماس دائم. ايه عزيز، فينا نعمل هيدا الشيء. بس لازم نتخلص من هالاشياء وندخل اشياء جديدة. بدنا مأكولات بتنشط نظام جسمكن.